يسرنا أن نلتقي اليوم مدرب فرقة أرز لبنان الفولكلورية الأستاذ إيلي عقوري ليخبرنا عن كرنفال لبنان المزمع إقامته في 9 من هذا الشهر في منطقة الدارلينغ هابا السياحية المشهورة. أستاذ إيلي، يعني سنتين ما رحت على الدارلينغ هابا، كنت تعمل بجرينفيل تاون هول بسبب جائحة الكورونا، شو محضرنا هالسنة بعد سنتين؟ شو في جديد بالكرنفال اللبناني؟ أول شيء بشكر الإذاعة الجديدة الحلوة اللي أنت الفكرة اللي طلعت فيها، وبشكر تشجيعك الدائم للفرقة، وبشكر المستمعين على الإذاعة اللي هي بتعطي الصورة الحقيقية عن الجالية اللبنانية في أستراليا. هي تقريباً إلي مثل اللقاء التلفزيوني، بس بدل ما تبين أنت لح تبين اشياء من تاريخك وتاريخ الفرقة بالحديث. عشان هاي قلت أنا شيء جديد. شيء جديد. نعم شيء جديد. بدنا نجرب. عم نجرب. لا لا أنت. هذا تاني لقاء هلا. أنت دائما عندك شيء جديد. تنشوف إن شاء الله. أكيد هالسنة هاي من بعد انقطاع سنتين عن دارلينغ هابا، وكنا نعمله ب جرينفيل تاون هول حتى ما نوقف الكارنفال، ولكن هالسنة رجعنا ب9 أكتوبر حتى نقدم عيد الفرقة اللي هو 45 سنة لليبنان كارنفال. منبلش الساعة 11 الصبح مثل العادة، ومنخلص الساعة 5 بعد الظهر. وشو عندك بهالبرنامج؟ عندك يعني تتبلش من الساعة الصبح للساعة 5، يعني عندك ناس كتير. أكيد رح عد كل الموجودين معنا. في عنا أليكس حتشيتي اللي هو جاي من أدلايد يلي دايما معنا، سمير مرعب، حميد مارون، إحسان حذارة، دميان هيفا، لاتيسيا بليدانسا الميليسيا، رايمون بطرس، ابتسام عزو اللي هي ابتسام صغيرة، علاء مسلماني، شيل هيفا، أنطونيوس ويلفير أسوسياشن دبكي جروب، أو دي ولاد صغار للكنيسة الأرثوذكسية اللي عم نعلمهم نحن الدبكي. في عنا فيبس بيرفورمانس آرتس يلي هني الأولاد الصغار يلي بيركوا معنا وبيقدموا وصلة لحالهم. في عنا الفرقة طبعا سيدز اوف ليبرون فولكلور جروب. في عنا تيارا بوليفيا جروب اللي هني أول مرة بيشتركوا معنا من فنزويلا. في عنا سحارة ان إليني رح يقدموا شو مع روندا ملكة الطبل. في عنا مالك انغازي الرفاعي، فادي عساف، محمد الأسمر، يوسف كرم، شوقي حتشيتي، وطبعا النهاية بتكون كليتنا سوا عم نقدم برنامج خاص لهالمناسبة الحلوة. مين بده يقدم هالبرنامج؟ مين عريف الحفل؟ عريف الحفل مثل العادة سوزان حوراني اللي هي من صوت الغد الإذاعة يلي دايما معنا وبتكون معنا بكل مناسبات الفرقة. أستاذ إيلي، هلأ أنت بتقدر هفيني مرأة وكلنا بهالوقت؟ أكيد، لأنه أنا على المسرح وأنا بخليني أقدم كلهم مثل العادة. يعني عطيين وقت؟ كل واحد عنده بين 10 و15 دقيقة. طيب بدي أسألك، إذا واحد جرب يطول شوي شو بتعمل؟ بقول له انزل. بتقول له؟ لا أكيد. وين الحباب الأول؟ أكيد دايما. معقولة؟ لا بس بطريقة مهذبة. أكيد بطريقة مهذبة. توقفت سنتين بسبب جائحة الكورونا، وشفتك عم تعمل إعلان تلفزيوني تتنبه من جائحة الكورونا وكيف لازم يتصرف الواحد وكيف أنت بتطلب من الفرقة، شو قصده هالإعلان؟ يعني اشتهر على اليوتيوب، على التلفزيون، وين ما كان. اتصلوا فيي من New South Wales Government وطلبوا منا حتى نعمل هالفيديو هذا التنبيه عن COVID-19 مع الفرقة. قدمنا وصلات فولكلورية مع الإعلان حتى ننبه العالم أنه ينتبهوا على حالهم، يخدوا الطعم إذا بدهم مش إجباري، ولكن ينتبهوا على حالهم وعلى عائلتهم. بس كنت أكثر شيء أنت مبين، وكنا عم بيأرجوك مثل صور الفرقة على الحيط أنت وعم تحكي. أكيد، وكان لا كمان قدوا حطوا مشاهد عن الفرقة عم تدبك. مين اللي صور هالشي؟ مدير ومؤسس إذاعة صوت الغد توني. وصلوا لكل الإعلام الأسترالي، لأنه
كنا عم نشوفه على طول. مش بس الإعلام الأسترالي، حتى الام تي في بلبنان والام بي سي بالعالم وجوجلز كمان كانوا عم يحطوه. استاذ إلي، رجعت على دارلينج هابا، طيب شو مشاريعك بعد دارلينج هابا؟ يعني انت وصلت على مركز هلا 45 سنة الله يطول بعمرك، شو عم بتخطط؟ مثل هلا قلت لي جاي من أدلايد، عندك مشاريع بأدلايد؟ عندك شيء احتفالات غير دارلينج هابا؟ بالنسبة لأدلايد من شي شهر أو شهر ونص الفرقة كانت هونيك عم تقدم، رحنا حكينا عنها بالزمان أكيد. وبالنسبة لدارلينج هابا سنة الجاي، يعني هيدي 45 لدارلينج هابا، سنة الجاي بكون في عيد الفرقة 46، ولكن أنا بكون صار لي 50 سنة عم بقدم بأستراليا في يوبيل الذهبي الدبكة اللبنانية وعلمها. وأنت من زمان قلت لي بعد 50 شو بده يصير؟ هذا السؤال، بعد 50 شو بده يصير؟ صار في وقت لازم يوقف. عندك تعلم توقيف؟ ما بعرف، بس عم بقول لك أنت قلت لي من زمان بس يصير. لا ما توقف بس توصل ل 50. عمل مثل نصر شمس الدين بعيد الشر. لا لا. بس نصر يتجوز واحدة صغيرة وطلع على المسرح. منشوف إذا الله رح شو بصير. إياك تعلن ملاك عم تدرب هلا، قلت لي أطفال صغار للدبكة. نعم. يعني إسه عندك رسالة كبيرة. يا أكيد، بس في غيري لازم يحمل هالرسالة لأنه محضر حدا غيرك؟ عم جرب إذا الله راد. يعني عندك فكر إنك تتنازل وتسلم الفرقة لحدا؟ ما فيني أقول شيء هلا، بنشوف. بس هيك من وجهك عندك عم تضحك. شو بدي أبكي؟ لا حقيقة 50 سنة أو 45 سنة أو 46 سنة للفرقة، سنة الجاي رح بيكون في عنا مهرجان بواحد أبريل نيسان ببانكستون مثل السنة الماضية مثل هالسنة، والمهرجان هذا رح يكون كتير حلو محضرين له، وبكون أنا صار لي 50 سنة عم بقدم والفرقة 46 سنة. اللي أنا نزلت، أنت كنت يمكن نزلت مراهقة، هلا صار 52 سنة بعد مراهقة وما وقفت. أنت كتبيا أنت فيك تقعد وتكتب، بس أنا بدي ما ترقص كثير، ما ترقص ما ضروري ترقص، بدي مرن وبدي لا ما فيني، بس شوفن أنا يطلعوا على المسرح مجبوركم معهم. لا ما إذا بدك تقوم ترقص معناتها بدك تقتل حالك. لا مش هيك، ما بدي معك وجع بظهرك وكذا. لا ما معي شيء ابدا ابدا ابدا، ما بدي شيء، لانه بالزمان قلت لك انه دارك عم يوجعك. لا ما بدي شيء. صح. لكن نشكر الله منبشر العالم انه الي السفينه. لا ما بدي شيء، نشكر الله كثر خير الله بعدني منيح، وبتمنى انه كفي. وحقيقه بشكر اللي بيشجعوني، امبارح كنا عم نقدم نهار الجمعه مع الاندلس كوايا، وصلي كانت كتير كتير حلوة، وبهني لفرقة الأندلس The Arabic كوايا. ما قلت لي إذا فرقة الأندلس بدها تغني بالمهرجان؟ بلا أكيد رح يكونوا معنا. رح يكونوا معك؟ إيه نعم. منيح. فهالسنة إذا الله راد في شيء جديد، يعني في ناس ما كانوا يقدموا معنا رح يكونوا معنا، وبعدين بدون توقف ومشينا للكل، وإن شاء الله يكون التأس حلو مثل اليوم حتى الكل ينزلوا من بعد هالسنتين. إذا التأس ممطر رح توقفوا ولا بتلنا يجيبوا مظلات؟ حسب الضيقة، إذا كان بس بخوخ لا من كفي، بس إذا كان لأنه هونيك مثل ما بتعرف في وحل في حشيش. إذا كان كتير في ماي ما بيخلونا نقدم، يعني بتأخر عندي صار مرة أخرته. مرة إيه؟ مرة أخرته. مرة. بسبب الشتي ولا بسبب غير شيء؟ لا بسبب الشتي. هلا شو طلبات الدارلينج هابا؟ بالزمان طلبوا منك إنك تعمل مأكولات، هلا شو طلباتهم الجديدة؟ لا ولا مرة طلبوا مأكولات. أول ما بلشتوا ما قلت لي لازم تقدم مأكولات. ما زمان كنا نحط مأكولات، لكن هلا لأنه صار فيه محلات حول البارك ما في لزوم نحط مأكولات، ولما نحط مأكولات في شروطها كتيرة من البلدية تبع سيدني للمأكولات، لذلك ما في مأكولات
لبنانية، ولكن في محلات في حمامات بس نحن بنقدم لهم البرنامج الفني على المسرح وفي كراسي يقعد عليها. هالكراسي منين بيجوا؟ مثلا بيكون في مئات الكراسي. انا بستأجرهم كله أجار. بتجي الشركة بتحطهم؟ الشركة بتوصلهم نحن بنوزع. منين؟ من الدارلينج هبا الشركة؟ لا لا لا، ما هي الشركة بفيرفيلد انا بعرف. هي على طول بتسلم هالشيء. ايوه. استاذ الي كنت بالزمان في مسرح حد الشوبين سنتر موبيل المطاعم. نعم. كنت تعمل فيه وكان العلم ينبسطوا اكثر وفي مدرج يقعدوا عليه. وقف هونيك هذا المطرح اللي اسمه ثياتر. بالنسبة للمكان هذا صار فيه ألعاب للولاد لأنه الساقة بتحدي الشوبين سنتر، ولما بيكون في عجقة كتير بيتضايقوا الشوبين سنتر من هونيك. نقلوها. لأنه بتجيب لهم عالم تياكلوا. العالم عم تجي على كل حال، ولكن هذا التامبلون بارك صار خصوصي للاحتفالات. استاذ إلي حكينا ما بعرف قديش الوقت هلا اللي مر، شو بدك تقول للجالي مشان يحضروا؟ اول شيء بتمنى انه الكل يجوا هالسنه من بعد سنتين حتى نحتفل نحن وياهم بال 45 سنه، ونهار يكون حلو لبناني. نحن مش بس عندنا الكارنفال، في عندنا رحله ب 17 على كامبرا ب 16 10 حتى نشوف الفلورايد فيستيفال بعد الجمعة من الكرنفال. اي نعم، في عنا رحلة بعدين. ما بترتاح. قبل شوي قلت لي ظهرك، قلت لك لا ظهري منيح بتذكر. بس انه هالفرقة ما بترتاح، بدها ترقص هونيك. لا هالسنة مش رح ترقص، مش رح ندبك رأس غير شيء، مش رح ندبك، ولكن اخذ مجموعة كبيرة حتى يتفرجوا على كامبرا. انا شايف الرايح والجنينه. في عنا عيد الميلاد ب 17/12 عند سامن كنعان بميرلاند، وفي عنا ايوه بالكلاب، وفي عنا عيد الفرقه ل 46 سنه ب 1 ابريل. هلا هون بالكلاب شو بتعمل؟ بدك ترقص كمان ولا عشاء؟ هو عيد الميلاد وكليتنا بنكون عم نحتفل مع بعضنا مع الاصدقاء والاهل ومنطبق مع بعضنا. هي الكل بيدبكوا هونيك. نعم. وفي عنا مشاريع غير انه الفرقة اللي هو منشترك ب الفيستيفلز والأعراس يلي بتصير بالجالية. وهذا كل شيء. نحن بدنا نشكرك. لا قبل بدي هون نوه بشغلة انه البنك العربي اللي هو دايما معنا رح بيكون معنا بيدان الهبة، سترات ويلث اللي هو روبرت ديكان، صوت الغد، كانتربري بانكستون اللي هني بتشجع الفرقة، جورج غسين والغسين جروب، مالتي كالتشر نيو ساوث ويلز، ذا توتش اللي هي نيوز بيبر تبع المنطقة عنا، ليبانيز استراليان بوك، تلفزيون الغربي، وشارب البعين اللي دايما هو معنا هالسنة بعد تنزل. نحن معك قلبا وقالبا. وكل الأصدقاء يلي بيجوا بيشجعونا وبيساعدونا، ورح بكون هونيك أنا من الساعة 8:30 9 يلي بيحب يكون معي تحت يساعدنا. أهلا وسهلا فيك إلي، وإن شاء الله بينجح الكرنفال تمشين ينجح لبنان المقهور المعزب. ممنونة كتير على التجارة دائم شربيل، وأهلا وسهلا بالجميع.